403. يمكنكم أيضا التواصل عبر صفحات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، أيضا متابعتنا على البث المباشر على صفحتنا في الفيسبوك. بداية شيخنا، ربما السابقة لدار الإفتاء ومجلس البحوث التابع لدار الإفتاء أنه نوه على المبادرة الوطنية للحل السياسي كحل مقترح للقضية الليبية ورفع المعاناة عن الليبيين وإخراجهم من هذا المأزق. نريد شيخنا تعليقكم حول هذه المبادرة، وما ربما آخر ما يمكن أن ينتج عنها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. في البداية أحب أن أتكلم عما يعني وقع في ليبيا لقد يعني أول أمس يوم الثلاثاء افتقدنا عالما وعلما من علائم ليبيا، افتقدناه وافتقدته ليبيا كلها، هو الشيخ الدكتور عبد السلام أبو ناجي رحمة الله تبارك وتعالى عليه، عن عمر بلغ 85 عاما، عمرا كان حافلا بالاجتهاد والمثابرة والعطاء والتدريس في الجامعات وفي المساجد، كان يتنقل بقوة وبحيوية وبهمة بين جامعات طرابلس وجامعة الأسمرية وجامعة الخمس ومسلاتة وكلية الدعوة الإسلامية، ويتابع طلابه في الدراسات العليا في الدكتوراه وفي الماجستير، وقد شهد الكافة له بسعة العلم وجودة النظر وسديد الفقه، كان عالما موثوقا، كان مرجعا موثوقا وعالما محققا يلتجئ إليه طلاب العلم، سواء كان في دروسه العامة أو في دروسه الجامعية، وكان لا يبخل على طلابه، وكان سهلا سمحا إلفا مألوفا، يتميز بالأدب وحسن السمت وحسن الخلق، ولذلك أقبل عليه الناس واستفادوا من علمه والتف حوله طلابه، لا شك أنهم سيفقدونه كثيرا وسيحزنون عليه وعلى فقده حزنا عظيما، لأنهم فقدوا شيئا لا يعوض، فقدوا نصحه وتوجيهه وتبصيره وتنويره وفتواه، وهذه مسائل لا تشترى بالمال ولا تقدر بالمتاع، بل إذا فقدت كان ثلمة في الإسلام كما ورد عن السلف. والشيخ أبو ناجي رحمة الله عليه درس في المعاهد الدينية وفي وفي مساجد الأسمرية في النظم القديمة، ثم تدرج في المعاهد الدينية، ثم التحق بكلية الشريعة في البيضاء، وتخرج في كلية الشريعة التابعة لجامعة محمد ابن علي السنوسي الإسلامية، وكان تقريبا هو في الدفعة الرابعة من خريجيها، لأن أول ما تأسست دراسة الجامعية في جامعة محمد بن علي السنوسي جامعة الملك إدريس رحمة الله عليه بالبيضاء،
كانت تسمى القسم العالي قبل أن تكون جامعة، كانت تسمى من يتخرج من المعاهد، معهد أحمد باشا ومعهد الأسمري ومعهد البيضاء، من تخرج من الثانوية العامة يلتحق بالقسم العالي بالبيضاء، وكان شيخه يسمى الشيخ الزمتاني يتلقى أوامره من الملك رأسا، وكان بهذا القسم اللي هو القسم العالي كانت فيه عناية كبيرة من الملك واحتفاء بالمشايخ الذين يدرسون فيه وبالطلاب. وتخرج الدفعة الأولى منه من القسم العالي عام 1962 من القرن الماضي، وعلى ما أذكر كان الخريجون يعني 11 عالما، لا أظن أن واحد منهم الآن بقي على قيد الحياة، منهم الشيخ فتح الله حواص من الزاوية الغربية، ومنهم الشيخ عز الدين الغرياني والشيخ سلام الغرياني من تاجورا، ومنهم الشيخ سالم أبو لعابة من سوق الجمعة، ومنهم الشيخ عبد الله هرمز لعله من مدينة زليطن وغيرهم. ثم بعد ذلك بعد أن تخرج هؤلاء والتحق بالدراسة الجامعية في البيضاء الأفواج التي بعدهم سميت كلية الشريعة، فالشيخ عبد السلام أبو ناجي رحمة الله عليه تخرج في كلية الشريعة لعله في الدفعة الرابعة منها عام 1966 من القرن الماضي. وبعد أن تخرج التحق بالدراسات العليا في مدينة الجغبوب، لأن الملك رحمة الله عليه كان فتح قسما للدراسات العليا بمدينة الجغبوب، وفر له إمكانيات كبيرة جدا، إمكانات لا تكاد تجدها حتى في الجامعات العريقة المرموقة في البلاد الأخرى لا تكاد تجدها. استدعى واستجلب له الخلص من النخبة من كبار شيوخ الأزهر الذين هم خلاصة ما بقي في الأزهر في ذلك الوقت في مختلف العلوم، علوم أصول الفقه وعلوم الفقه وعلوم الحديث وعلوم اللغة العربية، وكانوا يفضلون هؤلاء النخبة من العلماء الأجلاء الأفاضل المتميزون، كانوا يفضلون المجيء إلى ليبيا عن دول الخليج في ذلك الوقت، يعملون جهدهم أن يتفادوا دول الخليج ويأتون إلى ليبيا لما يجدونه من الاحترام والتكريم من أهل ليبيا والاحتفاء بهم وتكريم الجامعة لهم. فكان أحسن ما يوجد في مصر من خيرة العلماء يأتون إلى البيضاء لتعليم أبنائنا العلوم الشرعية، وأتوا إلى الجغبوب. والشيخ عبد السلام كان معلوم هو تخصصه في علم أصول الفقه، وكان من الناس المميزين، من الناس الذين هم لهم صيت في العالم الإسلامي كله في ذلك الوقت، من الشيوخ الذين أتوا إلى الجغبوب وتتلمذ عليهم الشيخ عبد السلام وزملائه، منهم الشيخ عثمان المرازقي رحمة الله عليه والشيخ محمد فرج السليم، وكذلك في التخصص ومنهم الشيخ أبو النور زهير، وكذلك الشيخ مصطفى عبد الخالق والشيخ عبد الغني عبد الخالق. كل هؤلاء أتوا إلى البيضة في وقت من الأوقات، وتعلم عليهم هؤلاء العلماء. ثم بعد ذلك تخرج هو وزملاه، وكان منهم في ذلك الوقت معه الشيخ علي جوان والشيخ المهدي الشماني، يعني تخرج من جامعة الجغبوب في الدراسات العليا خيرة شيوخنا وعلمائنا، لأنهم تعلموا على خيرة العلماء الذين أتوا إلى الجغبوب في ذلك الوقت. وعلم الأصول الذي تخصص فيه الشيخ عبد السلام أبو ناجي هو علم يعني كما هو معلوم محتاج إلى تمحيص وتحقيق وفهم دقيق
ولا يجيده ولا يحسنه إلا القليل في بلادنا، الذين يجيدون هذا العلم ويحسنونه في بلادنا يعدون على الأصابع، لأن الطلاب ينصرفون عن هذا التخصص لأنه يتطلب إلى جهد وإلى صبر وإلى حل عبارات وإلى يعني مجهود كبير، والطلاب عامتهم يعني في العادة يطلبون الشهادات السريعة في موضوعات عامة عمومية يدخل منها ويخرج بسهولة، لكن علم أصول الفقه هذا علم عميق يتعلق بالأدلة وبالاستنباطات وبطرق الجدل، فهو يحتاج إلى من أوتي فهما وصبرا وتحقيقا وتدقيقا. ولذلك فقد الشيخ عبد السلام ويعني لا يعوض، يعني خسرناه خسارة كبيرة، وهذا هو معنى ما يأتي في ما يقوله العلماء، هو كثير على ألسنة علماء السلف: موت العالم رزية في الدين ومصيبة على المسلمين ونقص من ميراث النبوة. هو كذلك على الحقيقة، يعني موت العالم يعني تحصل منه هذه المصائب يعني كلها على الأمة. والشيخ عبد السلام رحمة الله عليه كان يتمتع بتقدير كبير من زملائه ومن طلابه لأدبه وحسن خلقه وتواضعه، وكان بالمنزلة الرفيعة من العلم الذي تخصص فيه. وفقدنا وفقد طلابه فيه كبير، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعوضنا فيه خيرا. وكما قلت السلف أقوالهم في هذا كثيرة في الرزية في العلماء، من ذلك ما قاله الحسن رحمة الله عليه: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. وكان لعظم مصيبة ما يصيب العلماء من فقد العلماء أن أبا أيوب السختياني، وهو يعني سيد من سادات التابعين ومحدث البصرة، كان يقول: إذا مات العالم فكأنني فقدت عضوا من أعضائي. وعندما دفن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: من سره أن يعرف كيف ذهاب العلماء فهذا هو ذهاب العلماء، لقد دفن اليوم علم كثير. هكذا قال عبد الله بن عباس، وهو يشير رضي الله عنه إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما سئل يعني من لا علم له فيسألونه أن يفتي لهم فيضل الناس فيضل نفسه ويضل الناس. سئل من لا علم له واستفتوه فضل وأضل. هذا معنى الحديث المروي في الصحيحين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعوضنا فيه خيرا، وإننا إذ نعزي أنفسنا ونعزي أهله وأولاده وطلابه وزملاءه لنعزي ليبيا كلها في فقده. نسأل الله تعالى أن يعوض المسلمين فيه خيرا ويتقبله برحمة الواسعة، وأن يسكنه فسيح جناته. غفر الله لنا وله.
طيب بخصوص شيخنا المبادرة الوطنية وللحل السياسي ربما. أي نعم، هذا السؤال في غاية الأهمية، لقد تطرقنا إليه أكثر من مرة، قلنا من مدة أشهر كثيرة 5 أو 6 أشهر، اتصلت بنفسي بمجموعة كبيرة من النخب والوجهاء والسياسيين والمسؤولين، ودعوتهم جميعا بعد أن بينت لهم وهو لا يخفى عليهم ما وصل إليه حال البلد من التردي وسفك الدماء وتضييع الحقوق والظلم وإفساد كل شيء. دعوتهم، قلنا لهم إن هذه التجربة الآن تجربة الأمم المتحدة، ها قد مضى عليها أكثر من عام والأمور كل يوم تزداد سوءا، فلماذا لا نجتمع نحن أنفسنا، يعني في أهل ليبيا الذين يعنيها الأمر، والمجتمع الدولي هو نفسه يقول له الحل بأيديكم. دعوتهم وقلتهم لماذا لا نلتقي الآن ولكن نبدأ بصفحة جديدة، لا ننبش الماضي ولا نتكلم عن الماضي، والأمر الثاني أن نصل إلى حل توافق بيننا بعيدا عن هيمنة المجتمع الدولي، عن تدخل الخارجي. دعوتهم هكذا بنفسي واتصلت بهم ويعني فعلت ما أستطيع، ولكن للأسف لم يأخذ الأمر بجدية، فبعثوا بعض المندوبين وصار النقاش والجدال وانحرفوا عن المسار الذي دعوا من أجله، وصاروا يتكلمون كيف نستفيد من هذا مشروع الصخيرات وكيف نحوره وكيف نرقعه. أنا قلت لهم نريد أن نخرج من هذا، نخرج بحل توافق من بيننا ثم نعرضه نحن على المجتمع الدولي، إذا اتفقنا عليه فالمجتمع الدولي لا يرفضه، لكن لا نريد أن نأخذ اتفاق هو محل خلاف ونزاع كبير بين الليبيين ومفروض عليهم من بعضهم بقوة خارجية، فهذا لا يوصلنا إلى حل. تركوا الدعوة التي دعوناهم إليها وتعلقوا بأشياء أخرى، ثم بعد ذلك بعد حوارات طويلة توصلت اللجنة الدائمة لإدارة الحوار الليبي الليبي إلى مقترح من مقترحات، وكانت هناك مبادرات كثيرة قدمت إليها ما يقرب من 50 أو 60 مبادرة، فاختارت منها واحدة وجدتها هي أحسن المعروض، وعرضت على العلماء ومجلس البحوث ونظروا فيها فوجدوها جديرة بالدعم وبالدعوة إليها، لأنها تقوم على العدل وعلى الإنصاف وعلى يعني تكافؤ الفرص بين الليبيين جميعا، لأن فحوى هذه الدعوة وهذه المبادرة هي أن جميع الحكومات الموجودة والمجالس الموجودة الآن كلها تتخلى ويختار بدلها مجلس آخر تشريعي أعضاؤه يختارون من أكثر الأعضاء أصواتا في الانتخابين الماضيين، انتخاب المؤتمر الوطني العام وانتخاب البرلمان تاع طبرق. يعني الأعضاء الموجودون والحكومات الموجودة، حكومة الثني وحكومة التوافق وحكومة الإنقاذ والمؤتمر الوطني، كلهم يستقيلون ويتركون المجال لأنهم أصبحوا محل خلاف ونزاع وشقة وفرقة بين الليبيين، ويختار مجلس جديد تتساوى فيه الفرص أمام الجميع، لا يحابي أحد، لأننا لا نعلم الغيب. يعني ما فيش أحد عاقل عند مبرر لأن يرفض هذا، لأنه يتيح الفرصة أمام حزب التحالف وحزب العدالة والبناء ومن يتبعون طبرق ومن يتبعون الإنقاذ ومن يتبعون المؤتمر الوطني، كلهم يفتح أمامه الفرصة على حد سواء. نأتي إلى قوائم الانتخابات ونأخذ أكثر الأصوات 100 من الذين
تحصوا على أكثر الأصوات في المؤتمر انتخابات المؤتمر الوطني، ومئة من الذين تحصوا على أكثر الأصوات من انتخابات البرلمان، وهؤلاء لا شك أنه سيكون فيهم جماعة من العدالة والبناء، وجماعة من التحالف، وجماعة من طبرق، وجماعة من سبها، وجماعة من طرابلس، فيكون خليط. لكن ميزة هذا الاختيار حتى وإن خرج فيه أعضاء يعني لا يكونون بالمستوى المطلوب، أو فيهم من هو ربما يكون سيئا أو كذا، ميزة هذا الاتفاق أنه يجمع الكلمة وينهي الشقاق وينهي الخلاف. لأن أزمة ليبيا والمقتل الذي أصيبت فيه وهو الذي دمرها ويدمرها إذا استمر، هو النزاع، هو الفتنة، هو الاضطراب، هو أن كل إنسان يريد أن يتمسك بمكانه وموقعه ويتمترس بالسلاح ويكون مترصدا لخصمه، من حين لآخر تنشب المعارك كما نراه الآن. يعني حتى وإن افترضنا أن حكومة الأمم المتحدة استقوت ودعمتها الدول بالطائرات ودعموا حفتر ولا دعموا فلان ولا أعطوهم أموال في يعني هذه الفترة وهذه الظروف التي يعني الدولار فيها يعني الناس كلها تتوق إليه ومحتاجة إليه وأغدق عليهم أموال ليحفظوا الأمن ويفرضوه، لكن أقول فرض الأمن بالقوة لا يمكن أن يحقق لليبيا استقرارا أبدا، والله لا يمكن أن يحقق لها استقرارا مهما أوتوا من قوة، حتى لو جاءت قوة العالم كله على أن تفرض هيمنة بالسلاح والتجسس والمخابرات والتكنولوجيا كذا، فإن هذا لا يحقق أمنا واستقرارا. لقد جربنا حكم القهر في عهد القذافي، بقي القذافي أكثر من 40 عاما. هل بنيت ليبيا؟ حكم القهر لا يمكن أن يبني وطنا، يبقى كل الأموال وكل الجهود هي متوجهة لحفظ هذا القهر، لحفظ هذا النظام وهذا الاستبداد، لأنه يحس إذا هو يعني تراخى في ذلك فإنه مهدد بالزوال، لأنه ليس هناك عدل، لأنه ليس هناك إنصاف، لأنه ليس هناك تكافؤ فرص. نحن دعوناهم إلى هذه المبادرة لأن فيها جمع الكلمة، وحدة الصف، وإذا جمعت الكلمة وتكلم الناس بصوت واحد مهما كان الخلاف بينهم، لكن هناك حكومة واحدة وهناك جهة واحدة تشريعية ومسؤولة، وهناك جهاز قضائي مستقل، وهناك جهاز أمني وجهاز شرطة وجهاز جيش مبني بناء حقيقيا، فإن البلد بعدك ستنمو ويبدأ البناء الحقيقي وتبنى الدول. هكذا تبنى الدول، لا يمكن أن تبنى الدول بالقوة. وإن سيطر جماعة في وقت ما طرابلس الآن، انظروا معي طرابلس الآن كم سيطرت عليها جهة منذ الثورة الآن، سيطرت عليها في المدة الأولى جماعة، ثم جاءتهم جماعة أخرى وحالتهم وطردتهم، ثم جاءت جماعة أخرى وطردت الأولى، ثم جاءت الثالثة وطردت الثانية، وهكذا سيبقى الأمر دواليك. هل تبنى، هل يبنى الوطن بهذه الصورة؟ هذا لا يمكن. وذلك أستغرب، أني أستغرب الآن من النخب، من السياسيين ومن الأحزاب، العداوة والبناء ولا التحالف ولا النخب السياسية ولا المحللين السياسيين اللي يخرجوا على القنوات، لماذا يتجاهلون هذه المبادرة بجمع الكلمة؟ ألا يريدون جمع الكلمة؟ أليس يعني حل مشكلة ليبيا هو في عند الليبيين؟ حتى المجتمع الدولي، الأمم المتحدة وكل الدول الخارجية عندما يصرحون يقولون هو الحل بأيديكم، أنتم من تحلون مشكلة ليبيا لا نحن، فلماذا لا نصدقهم؟ وهذه مبادرة وجدت فيها تكافؤ الفرص بين جميع الفرقاء وجميع الذين يتنازعون ويتخاصمون، ويبدأ الموضوع زي ما يقول الناس نبدو من الصفر، نبدو من انتخابات مشهود لها بالنزاهة وعرفت إلى حد كبير بأنها كانت انتخابات إيجابية، نأخذ منها هذا المجلس ونتفق عليه، إذا اتفقنا نستطيع بعد ذلك
أن نفرض أمنا حقيقيا ونستطيع أن نبني وطنا، لكن أما أن يتغلب مجموعة هنا وهناك من طرابلس ولا من الزنتان ولا من مصراتة ولا من كذا، فإنهم سيستمرون وقتا وزمانا طويلا أو قصيرا، ثم بعد ذلك يأتي من هو أقوى منهم، لا شك في ذلك، لا نشك في ذلك، هذا يقين، سيأتي من هو أقوى منهم ويزيلهم، ويأتي ثالث وينتقم من الذي جاء، وهكذا دواليك. لكن هذا كله والبناء الوطن في معزل، لا يمكن أن يبنى الوطن. فنادوا مرة ثانية وثالثة وأقول الناس عليكم أن تستجيبوا وأن تنظروا في مصلحة بلادكم ووطنكم وأولادكم وأبنائكم وأحفادكم. يا من تتكلمون في الصفحات ونخب وأحزاب، لماذا، ما الذي يصرفكم عن أن تجتمع كلمتكم؟ إن كان في هذه الوثيقة شيء من النقص عليكم أن تصلحوه، إن كان هناك شيء من التعديل عدلوه، لكن لابد لا تعطوها وجوهكم وتتمسكون بالمجتمع الدولي وبالتدخل الخارجي. هذا والله استسلام، هذا استسلام وبيع للوطن. الله سيحاسبكم الله عليه وستحاسبكم الأجيال. هذه فرصة أمامكم، لماذا لا تتفقون؟ هذه المصالح الحقيقية، هذه المصالحة الحقيقية للوطن، من يريد أن ندعو إلى المصالحة. ولذلك أناشد كل الأحزاب وكل السياسيين وكل المحللين السياسيين أن يعتنوا بهذه المبادرة، وإن كان هناك شيء من التعديل أو النقص أو الزيادة أو النقصان عليهم أن يأخذوا به ويسارعوا إليه وتتجه همة الجميع إليه، بحيث نستطيع أن ننقذ بلادنا ونخرج من هذه الأزمة الشنيعة. القهر لا يمكن أن يبني دولة، لا يمكن أن يبني استقرار. حتى لو أنت أخضعت الناس بالقوة عام ولا عامين ولا ثلاثة ولا عشرة، لا يمكن أن تكسب أمنا للناس، لا يمكن أن تبني وطن. انظر حفتر يعلن من كذا من أسبوع ولا من 10 أيام، يقول خلاص حررت بنغازي تحريرا كامل. انظر ماذا حصل بعد كلامه، الموتى بالعشرات كل يوم. لا يمكن أن يبنى الوطن بالقهر وبالاستبداد، الوطن يبنى بالتفاهم وبالمصالحة. وهذه فرصة والله بين أيديكم، انظرها، انظروا هذه المبادرة وانتقدوها إن كان فيها انتقاد، لكن هي في النهاية هي مفتاح الأمر، هو جمع الكلمة، أن تكون هناك حكومة واحدة والناس يتفقون على سلطة واحدة في البلد تفرض النظام وتفرض الاستقرار، ومنها ينطلق بناء البلد. هذا هو الذي أدعوكم إليه المرة والثانية والثالثة، وأحملكم المسؤولية. الله تبارك وتعالى يقول تعالوا إلى سواء. جزاكم الله خير شيخنا الكريم. ربما عندنا بعض الأسئلة من نستاذنك شيخنا في أخذ بعض الاتصالات. من معي؟ عبد المهيمن من طرابلس، تفضل أخ عبد المهيمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله شيخ عبد الله. أهلا وسهلا. فضيلة المفتي الشيخ صادق، شيخ أخباركم إن شاء الله طيبين. الله يبارك فيك، سؤالك أخ عبد المهيمن. سؤال شيخ عبد الله من شقين. نعم. السؤال الأول، هل يجوز للمصلي أن يصلي خلف إمام صلاة عصر مثلا؟ هو الإمام يصلي صلاة عصر وأنا سأصلي خلف صلاة الظهر فاتتني، هل يجوز للمصلي أن يدخل بنية الظهر والإمام يصلي العصر؟ طيب، سؤال ثاني. والشق الثاني من السؤال، هل يجوز للمصلي أن يلتحق بمصلي فذ يصلي وحده، أن يلتحق معه ليصلي معه جماعة؟ الصلاة. نعم. طيب، إذا كان صلى قبل ذلك تقصد؟ نعم. إذا كان المأمون قد صلى قبل ذلك ويريد أن يعيد الصلاة معه، هذا اللي تقصده؟ هو يصلي، هو جاء الجاء مثلا في وقت، لا اذا كان يصلي خلاص. طيب، يصلي في صلاه والتحق به. طيب، نعم. طيب، شكرا عبد المهيمن. من معي؟ عبد السلام من طرابلس. اخ عبد السلام تفضل، سؤالك عبد السلام. عليكم السلام ورحمه الله. يا مرحبا، اهلا وسهلا. احيي فضيلة الشيخ صادق الغدياني ونسال الله ان يثبته ويثبت خطاه. امين. رغم كل هذه الهزمه الشرسه ما شاء الله شيخنا ما زال ثابت، يعني صعب، ونسال الله يوفقه.
بارك الله فيك. هذا الشيخ عبد الله سؤالين، السؤال الاول ما راي شيخنا الفاضل في دعوات اللامذهبيه يعني في ناس يقولون بان يعني عليك اتباع الدليل لا تتبع المذاهب المالكيه والحنفيه. نعم. السؤال الثاني لشيخنا الفاضل، هل يعني في بعض الناس يكتبون في الفيسبوك بان فتاوى دار الافتاء مسيسه؟ شيخنا يرد عليك. طيب بارك الله فيكم شيخ. شكرا شكرا. مع اتصال اخر، عبد العظيم بن غازي. نعم الاخ عبد العظيم تفضل. نعم عبد العظيم معي عبد العظيم. طيب هناك اسئله عالقه من الحلقه الماضيه. شيخنا اسماعيل من ترهونه يسال يقول زوجته كانت قبل رمضان نفساء وصامت النصف الأخير من شهر رمضان، ولكن جاءتها الدورة الشهرية في آخر الشهر، فما الذي يلزمها؟ هل تقضي الشهر كاملا أم تقضي فقط التي الأيام التي جاءت فيها جاء فيها العذر؟ نعم، والمعروف أن النفساء يعني بمجرد النفاس يجب عليها أن تترك الصلاة والصيام، وإذا إذا كان مع زي هو العادة الغالب النفاس يكون مع نزول الدم، فما دام الدم موجود فلا يجوز لها أن تصلي ولا أن تصوم، ولكن بمجرد أن يتوقف الدم ولو بعد يوم واحد، لو نفست في أول يوم في رمضان وفي اليوم الثاني قبل الفجر وجدت علامة الطهر ونفسها وجدت نفسها طاهرا، فإن يجب عليها أن تصوم وصيامها صحيح وهي في اليوم الثاني من نفاسها. لماذا؟ لأنها وجدت الطهر وانقطع عنها الدم، فمدة الأيام التي صامتها والدم غير موجود منقطع عنها فصيامها صحيح ولا يجب عليها قضاؤه. ولما عاد عليه الدم عاد عليها الدم بعد ذلك بسبب الدورة الشهرية وغيرها فيجب عليها أن تتوقف. فالخلاصة الصوم غير صحيح ما دام الدم موجود، والصوم صحيح إذا انقطع الدم وصامت في ذلك اليوم، فإنه لا يجب عليها أن تقضي ما صامته وقت يعني الطهر ووقت عدم وجود الدم. نعم جزاكم الله خير. ناخذ هذا الاتصال. عبد العظيم مغازي. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا شيخ؟ اهلا وسهلا تفضل. الشيخ اريد ان اسال عن صلاه الضحى يا شيخ. نعم. هناك من يقول ان قبل الظهر، ومن يقول ان يعني 10 دقائق قبل الظهر، وفي من كرهها ايضا يا شيخ. طيب. من يقول ان هي كراهيه وبدعه. طيب. ماشي شكرا. احمد من بغازي تفضل. اخ احمد. نعم احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمه الله تفضل يا اخي احمد. بارك الله فيك شيخ عبد الله، وصلى الله ان يحفظ شيخنا صالح الجريان يبارك فيك ان شاء الله. تفضل يا اخي. الله يسلمك. شيخ عبد الله، سؤالي للشيخ هو عن احنا مهجرين من مدينه بنغازي، والصلاه في اول خروجنا من مدينه بنغازي كنا نصلي قصرا الصلاه. نعم. فطالت المده فاستمر في الصلاه قصرا ام نتوقف عن الصلاه قصرا ونصليها كامله؟ طيب تفضل. شكرا شكرا اخ احمد. الأخ محمد من طرابلس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. بالله بالنسبة للشيخ هذا سمحت شيخ. تفضل يا أخي تفضل يا أخ محمد. بالله يا شيخ أنا بدي أسأل عن موضوع الإزار، يعني هل هو واجب أو سنة؟ ما هو؟ الإزار شيخ. الإزار. نعم حكم الإزار. طيب. هل واجب في الشرع؟ هذا سؤال. طيب. سؤال ثاني إن شاء الله عندي شيخ. تفضل. موضوع صيام ستة من شوال، هل نقدر نصيم من بعد شوال او لازم شهر شوال؟ طيب بارك الله فيك. شكرا شكرا.
نعم. الأخ حسين من رقدالين شيخنا يسأل يقول أكلت أثناء الأذان الأول في رمضان، ما الذي عليه؟ الأذان الأول كما هو معلوم هو قبل طلوع الفجر الصادق، لأن الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الكاذب هو علامة في الأفق تخرج طولا لا عرضا ثم تختفي، يقول الفقهاء هي مثل ذنب السرحان، مثل ذنب الذئب، فتخرج هكذا مستقيمة وتختفي وهي ظلمة. والفجر الصادق يبدأ قليلا ثم ينتشر عرضا ويعم الأفق، يعم المشرق، الجهة الشرقية كلها يعمها شيئا فشيئا حتى يصير يعني مثل الشفق. هذا هو الفجر الصادق. فمن أكل في الفجر الأول وهو الفجر الكاذب فلا شيء عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لا يمنعكم أذان بلال يعني من سحوركم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني حتى يخرج الضياء، ضياء الفجر مش ضياء الشمس، حتى يخرج الفجر الصادق ويقول ويقال له خرج فيؤذن، فعندها يجب التوقف على الأكل. أما عند خروج الفجر الكاذب والأذان الأول اللي هو الأذان الأول في هذا الوقت فالسحور جائز والأكل جائز ولا حرج فيه. كريم نأخذ هذا الاتصال. هدى من الزاوية تفضلي. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أختي. هذه الشيخ الصادق بن فضل. تفضلي يا اختي انت على الهواء يمكن تسالي. تفضلي. والله انا ارد نشكر ونقول ان شاء الله ربي يحفظ اهلينا وان شاء الله ربي يخليه لينا يا رب العالمين. امين امين. وان شاء الله ربي يخلينا على بلادنا ويحفظ بلادنا ويحفظ الزاويه. الله يوفقك. طيب نشكرك يا اخت هدى. ام همام نين؟ ام همام من طرابلس، تفضلي. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نبي نستفسر يا شيخ، أنا عندي سؤال. تفضلي. نبي نسأل، أنا زوجي في رمضان أذن الأذان الثاني وعلى إحنا نعتقد أنه هو الأذان الأول، فكان عنده دواء ضمي أخذ الدواء وبعدين عرفت أنه هو الأذان الثاني. فشنو عليه يعني؟ طيب. بعد الأذان ولا أثناء الأذان؟ لا أثناء الأذان. لا طيب. شكرا. شيخنا طيب الآن الأخ عبد العظيم من طرابلس يسأل هل يجوز الصلاة خلف إمام مع اختلاف النية، الإمام يصلي العصر والمأموم يصلي ظهر؟ هذا ربما بعض أهل العلم يجوزونه، لكن علماء المالكية لا يجوزونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد، ثم قال في آخر الحديث فلا تختلفوا على إمامكم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف على الإمام في المسائل الحسية الظاهرة في رفع الرأس وخفضه والتكبير والتسليم إلى آخره، نهانا عن أن نختلف على الإمام وأن نقول مثل قوله ولا نسبقه. فمن باب أولى قال علماء المالكية أنه لا يجوز الاختلاف في الأمور القلبية اللي هي أساس الصلاة وركن الصلاة وعليه اعتماد الصلاة. الصلاة تعتمد على القلب وعلى النية وعلى الخشوع، فإذا كنت أنت في النية مختلفة على الإمام فهذا من باب أولى يقع في النهي من النهي عن الاختلاف في الأقوال والأشياء الظاهرة. فإذا كان الأشياء الظاهرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف عليها
فمن باب أولى لا يجوز الاختلاف عن مسائل القلوب، مسائل القلب وهو النية، فلا تختلفوا على إمامكم. معناه لا يجوز لك أن يصلي الإمام صلاة العصر وأنت تنوي صلاة أخرى غيره، بل يجب عليك أن تتفق وتتوافق مع إمامك، هذا معنى فلا تختلفوا على إمامكم. وذلك لا يجوز إلا أن يكون ذلك متابعة صورية فقط، مثل ماذا كان الصلاة متفقة في عدد الركعات من الظهر والعصر، ورجل لم يصلي الظهر والإمام يقام لصلاة العصر وهو لم يخرج وأراد أن يبقى معه، فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يصلي صوريا معه الصلاة المكتوبة وينوي الظهر ويصلي لنفسه ولا يصلي معه، لا يسمى مأموما في هذه الحالة. جزاكم الله خير شيخنا. أخت أم همام تسأل عن أن زوجها أكل أو أخذ الدواء أثناء الأذان الثاني ظنا منه أنه الأذان الأول. الله لا حرج إذا كان في أثناء الأذان، لا حرج وهو لا يعلم بذلك، لأنه كما ذكرنا أكثر من مرة الله تبارك وتعالى يقول يعني أكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فعند التبين باب الاحتياط أنك تترك من قبل التبين. هناك من قال من أهل العلم حتى لو تركت وقت التبين فلا حرج عليك، باعتبار أن إلى لتفيد الغاية، والغاية يعني من معانيها في اللغة أنها تكون داخلة أحيانا في المغية وأحيانا لا تكون داخلة، ففي قوله تعالى وأيديكم إلى المرفقين فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فهذا معناه أن المرافق داخلة في المسح أو في الغسل. ولما تقول يعني سرت من الكوفة إلى مكة ومن طرابلس إلى مكة، معناه مكة داخلة في الغاية، أنك وصلت ودخلت مكة. وأحيانا لا تكون داخلة، تقول أني اشتريت المكان الفلاني من حدود كذا إلى مبنى فلان، إلى البناء الفلاني أو إلى أرض فلان، فأرض فلان ليست داخلة، فالغاية تكون داخلة وأحيانا تكون غير داخلة بمقتضى اللغة. ولهذا اختلف العلماء في مسألة من أكل وقت الأذان أو لم يأكل، فمن أهل العلم من يرى أنه لا قضاء عليه، وذلك ما دام هو لا يعلم وأخذ الدواء وقت الأذان فلا حرج عليه ولا يجب عليه القضاء. جزاك الله خيرا. طيب الأخ أيضا جاءنا في سؤال في الصفحة يسأل عن حكم، هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ الموظف ليشتري منزل، وأيضا يسأل عن هل يجوز إعطاء الزكاة لطالب العلم؟ إعطاء الزكاة للفقير هذه القاعدة، والفقير هو الذي لا يملك قوت عامه ما يكفيه يعني من الأشياء الحاجية، هكذا لو إنسان يعرف تعريف الفقير خلاص ما عاش يحتاج أن يسأل عمن يعطيه الزكاة ومن لا يعطيه. فالفقير الذي لا يملك قوت عامه، يعني ما عندهش ملك يسده لحاجياته الأساسية، الأكل والشرب والسكنة بحسب مستواه من الفقر والغنى والوضع الاجتماعي المتوسط يعني، وما يكفي أسرته وأولاده فيما يتعلق بالتعليم، وما يحتاج إليه فيما يتعلق بالكهرباء وبالماء وبالمواصلات، يعني المواصلات المعتادة بالطرق يعني المتوسطة، هذا كله من لا يقدر عليه يستطيع أن يأخذ الزكاة ليتمكن منه، تأخذ الزكاة لتسكن، تأخذ الزكاة لتنفق على أولادك، لتوصلهم إلى المدارس، لتخلص فواتير الكهرباء، فواتير الماء، فواتير التليفون محتاج إليه، فهذه كلها تدخل في باب الفقر. فيجوز الإنسان يأخذ المال إذا كان فقيرا في هذه الحاجيات، لكن لابد أن ينظر الإنسان إلى أن المطلوب هو المستوى الوسط الكفاف الذي يعيش به يعني بكرامته، لا أن يطلب يعني الزينة والترفه ويطلب يعني المحسنات ويطلب الرخام ويطلب
يعني الاشتراك في الأشياء اللي هي يعني لا يشترك فيها عامة الناس ويدفع المال، هذا لا يدخل في الفقر، ومن احتاج إلى شيء من هذا لا يجوز أن يأخذ الزكاة فيه ليؤتت أتاتا فاخرة أو ليعمل سيارة فاخرة أو ليعمل كذا، هذا لا يجوز. لكن ما يحتاج إلى سيارة متوسطة توصل إلى عمله وتوصل أولاده لو أن يأخذ من الزكاة ما يشتري بها. ما يحتاج إلى مسكن معتاد بأرخص ما يمكن، أرخص لأن المساكن الآن هناك مساكن تحتاج إلى مئات الآلاف، فعليه أن يبحث عن مسكن في منطقة يعني رخيصة الثمن يمكن يجد فيها مسكن بخمسين ألف أو ستين ألف أو أربعين ألف، هذا هو الذي يجوز له أن يأخذه من الزكاة. أما مسكن يحتاج إلى مئة ألف ومئتين ألف وثلاثمائة ألف ونصف مليون وغير ذلك، فهذا لا يأخذه من الزكاة، لأن هناك مساكن أقل منه هي تكفيه وتغنيه وتكفيه من حر الشمس وبرد الشتاء، وهذا هو المطلوب المسلم وهو الكفاف الذي هو محتاج إليه ومن أجله يأخذ الزكاة. ما زاد على ذلك من الترفه فلا يسمى صاحبه فقيرا ولا يعطى من الزكاة. طيب بالنسبة لطالب العلم شيخنا، طالب العلم أيضا قلنا هو الفقر، هو الأساس هو الفقر، فلا يعطى الإنسان بصفته طالب علم وإنما يعطى بصفته فقيرا. فإذا كان طالب العلم فقيرا فهو أولى أن يعطى، لأن فيه إعانة على يعني تحصيله للعلم وأن يكون عنصرا صالحا يفيد المسلمين، فإعانته قد تكون يكون الأجر فيها أكثر من إعانة غيره. لكن إذا كان طالب العلم هو غني وعنده أموال وعنده رصيد في المصرف وغير محتاج وأنت تريد أن تعطيه فقط لأنه طالب علم فهذا لا يجوز. طيب هناك الأخت جيهان تسأل في صفحة عن صيام الستة من شوال، بعد اكتمالها دخلت عليها الأيام البيض، ثلاثة أيام البيض، فهل تفصل بينهم بيوم؟ وأيضا نفس السياق هناك الأخ محمد من يسأل عن أن هل يصوم ست أيام من شوال، هل يجوز أن يصومها بعد شوال؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه عند مسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. ومعناها صام رمضان 30 يوم، و30 يوم الحسنة بعشر أمثالها مع 300 حسنة، وستة من شوال ستة بعشرة بستين يوم، فكأنه صام 360 يوم كأنه صام العام كله. هذا معنى الحديث. الحديث ذكر كأنما والحديث ذكر صام ستة من شوال، ولم يخصص الست من شوال عليه بيوم الاثنين ولا الخميس ولا يوم البيض ولا الجمعة ولا السبت، ما دامت من شوال فإنها تصام، يصوم ستة من شوال سواء كانت هي الأيام البيض أو كانت غيرها لا حرج عليها. ولذلك ما ينبغيش التفصيل نقول لا الأيام البيض لا تصام، ما الدليل على أنها لا تصام؟ هي من صيام التطوع، وصيام ست من شوال هو صيام تطوع، فتغنيك عن ست من شوال وعلى صيام الأيام البيض. المحذور هو أنك تنوي القضاء مع الست من شوال، هذا لا يجوز، لأن الست من شوال هي تتميم لصيام رمضان وإكمال له، فلا يجوز أن يعني يوضع فيها قضاء لرمضان فيتداخل الصيام مع ذلك. لكن إذا كان هو صام رمضان كاملا وأراد أن يصوم ستة من شوال فيصوم في أي يوم من أيام شوال، سواء الأيام البيض في أيام البيض أو في غيرها. والسائل الآخر اللي يقول هل يجوز أن يصومها بعد شوال، أقول لا، الحديث هو نص في أن تكون من شوال، لكن إذا لم يقدر على ذلك لعذر قام به لمرض أو غير ذلك وراد أن يصومها بعد شوال فليصومها، فلعل الله عز وجل أن يكتب له الأجر. وهناك من علماء المالكية من يرى مثل ابن العربي أن التقييد بشوال ليس هو قيدا، وإنما يعني أن الإنسان الغرض هو أن يصوم ستا بعد رمضان، فمن لم يصومها في رمضان في شوال وصامها في غيره فإنها تكفيه. لكن أقول الأصل أن لابد أن يحرص على ما جاء في لفظ الحديث أن تكون من شوال كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من فاتته في شوال وكان عنده عذر
فله أن يصومها مع ذلك، فالله عز وجل يكفل له الأجر إن شاء الله. جزاكم الله خير يا شيخنا الكريم، بارك الله فيك ونفعنا بعلمك وحفظكم المولى عز وجل على ما تفضلتم به. كما نشكركم أيها الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسلامنا هداية وقاية منا.